أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية. هذه الحصة غادي نخصصوها نموذج آخر من الامتحان باش يسهل عليكم اجتياز الاختبار في أحسن الظروف. ونبدأ بالسؤال الأول: أربط بخط بين الحرف والكلمة المتضمنة له. أربط بخط بين الكلمة بين الحرف والكلمة المتضمنة له. عندنا الخانة الخاصة بالكلمات وفي الجهة المقابلة الخاصة بالحروف. ونبدأ بالكلمات، والكلمة الأولى مع خديجة. تفضلي خديجة. أعلام. تبارك الله عليك خديجة. انتقلوا الكلمة الموالية مع سلمى. تفضلي سلمى. تعليم. صحيح سلمى. الكلمة الثالثة مع زهرة. تفضلي زهرة. أمية. تبارك الله عليك زهرة. والكلمة الأخيرة مع إلياس. تفضل إلياس. مفتاح. صحيح. الآن انتقلوا الجهة المقابلة الخاصة بالحروف. ونبدأ بالحرف الأول مع سناء. تفضلي سناء. حن. صحيح. الحرف الموالي مع سلمى. لا. صحيح. الحرف الثالث مع إلياس. تن. صحيح. والحرف الأخير مع خالد. تفضل خالد. لي. 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 صحيح خالد. الآن نشوفوا الكلمة الأولى: أعلام. أعلام. إين حرف باش غادي نصيلوها؟ تفضل إلياس. نصيلوها بالحرف الثاني. لا. صحيح. الحرف الثاني لا، ونصيلوها به كيف ما كنلاحظوا هنا، عندنا لا في وسط الكلمة. الآن تقلوا الكلمة الموالية: تعليم. تعليم. اين حرف باش غادي نصيلوها؟ تفضلي خديجه. لي. صحيح. لي. وفين كيتضمن حرف اللام مع الكسره والمد بالياء؟ وسط الكلمه. صحيح، وسط الكلمه، ونصيلوها به. الان تقلوا الكلمه الثالثه: اميه. اميه. تفضلي سلمى. اين حرف باش غادي نصيلوها به؟ بالحرف الثالث، هي تون. صحيح. تون. وفين كيتواجد تون في كلمه اميه؟ في آخر الكلمة. صحيح، في آخر الكلمة، ونصلها به. الآن تقلوا الكلمة الأخيرة: مفتاح. مفتاح مع إلياس. تفضل إلياس. الحرف الأول حن. صحيح. وفين كيتواجد حن في كلمة مفتاح؟ آخر الكلمة. جيد إلياس، حن، ونصلها به. الآن نقرأ بعد ما نجزنا المطلوب: أعلام. أعلام. لا. لا. تعليم. تعليم. لي. لي. أمية. أمية. تن. تن. مفتاح. مفتاح. حن. حن. تبارك الله عليكم. الآن تقلوا السؤال الثاني: أكتب كل كلمة متضمنة لحرف الثاء أو لحرف الدال داخل الإطار. أكتب كل كلمة متضمنة لحرف الثاء أو لحرف الدال داخل الإطار. تفضلي سلمى اشرحي لنا المطلوب. أكتب حرف الثاء أو حرف الدال في كل إطار مناسب له. صحيح سلمى. نستخرجوا من الجملتين الكلمات اللي فيها حرف الثاء ونكتبوهم في الإطار المناسب، والكلمتين اللي فيهم حرف الدال ونكتبوهم في الإطار المناسب. ونبدأ بالجملة الأولى. تفضلي سناء اقرأي لنا الجملة الأولى. يسهم الفلاح في بحرث أرضه وثمار وجني ثمارها في ثمارها ثمارها في زهار اقتصاد البلاد. تبارك الله عليك سناء. صحيح. والآن تقلو الجملة الثانية اللي غيقراها لنا خالد. تفضل خالد. تؤدي حديقة الحيوانات دورا مهما في الحفاظ على حيوانات من الانقراض. صحيح خالد. تبارك الله عليك. كيف ما كنلاحظوا هنا، عندنا الخانة الأولى الخاصة بالكلمات المتضمنة الحرف الثاء،
والخانة الثانية الخاصة بالكلمات المتضمنة الحرف الدال. المطلوب منكم تستخرجوا من الجملتين الكلمات الخاصة اللي فيها حرف الثاء والكلمات اللي فيها الحرف الدال، ونبداو بالكلمات اللي فيها حرف الثاء واكتبوا على الألواح. استخرجوا من بين هذه الجملتين كلمتين فيهم حرف الثاء ونكتبوهم في الفراغ المناسب، وحتى انتما أخواتي إخواني المشاهدين نجزوا معنا المطلوب. وكيف ما وضحنا من قبل، حرف الثاء كيكون عنده ثلاثة ديال النقط. رفعوا الألواح. صحيح سناء، ولكن نستخرجوا كلمتين، يعني في الألواح غتكتبوا الكلمتين بجوج. تبارك الله عليك زهراء. خديجة صحيح. صحيح إلياس انتبه. ثمارها، شكل حرف الثاء والميم، الثاء دير فيها الكسرة والميم الفتحة. صحيح سلمى تبارك الله عليك. صحيح خديجة. انتبهي سناء، ثمارها، كملي حرف الهاء. صحيح إلياس. صحيح سناء. يلا خالد. صحيح خالد. صحيح زهرة. تفضلي زهرة قري لنا الكلمتين اللي فيهم حرف الثاء. حارثي. صحيح حارثي، نكتبوها في الفراغ. صحيح، والكلمة الثانية ثمارها. صحيح، ونكتبوها في الفراغ. الآن ننتقلوا للخانة الخاصة بالكلمات اللي فيها حرف الدال. غادي تستخرجوا من بين هاد الجملتين كلمات اللي فيها حرف الدال، وغادي تستخرجوا لي 4 ديال الكلمات وتكتبوهم على الألواح. 4 ديال الكلمات كيتضمنوا حرف الدال. غادي نستخرجوا 4 ديال الكلمات فيهم حرف الدال. خديجة رفعوا الألواح. صحيح، 4 ديال الكلمات كاملين اللي استخرجتي فيهم حرف الدال. كذلك سلمى. صحيح، انتبهي سناء، دوري الكلمة اللي من بعدها، هذيك ما فيهاش حرف الدال. يلا خالد، زهراء، إلياس. صحيح إلياس، بارك الله عليك، الكلمات اللي استخرجتي كيتضمنوا حرف الدال. صحيح خالد تبارك الله عليك، مهما ما فيهاش حرف الدال، يعني ما عندنا لاش نكتبوها. صحيح زهرة تبارك الله عليك. تفضل إلياس قرأ لنا الكلمات اللي استخرجتي. ازدهاري. صحيح، فيها حرف الدال. اقتصادي. صحيح. البلادي. صحيح. تؤدي. تبارك الله عليكم، هاد الكلمات اللي استخرجتو غادي نختاروا منهم 4 اللي غادي يظهروا امامنا على الشاشه. الكلمه الاولى ازدهاري، فين كيتضمن فيها حرف الدال هنا سلمى؟ ازدهاري في وسط الكلمه. صحيح، وسط الكلمه. والكلمه الثانيه اقتصادي، فين كيتضمن فيها حرف الدال الياس؟
في آخر الكلمة. صحيح. الكلمة الثالثة البلادي، فين كيتضمن فيها حرف الدال خالد؟ آخر الكلمة. صحيح. والكلمة الأخيرة دورا، فين كيتضمن فيها حرف الدال سناء؟ أول كلمة. صحيح سناء، تبارك الله عليكم. الآن غادي نقرأوا الكلمات اللي استخرجنا ونبدأوا بالخانة الخاصة بحرف الثاء. حرثي. حرثي. ثمارها. ثمارها. الآن انتقلوا الكلمات اللي استخرجنا واللي فيهم حرف الدال. ازدهاري. ازدهاري. اقتصادي. اقتصادي. البلادي. بلادي. دورا. دورا. جيد، تبارك الله عليكم. والآن انتقلوا للسؤال الثالث. أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. تفضلي زهرة شرحي لنا شنو مطلوب من هذا السؤال. نملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. تبارك الله عليك زهرة. أولا نقرأ الكلمات ونبدأ بالكلمة الأولى مع خالد. تفضل خالد. وحمايتها. تبارك الله عليك خالد. الآن تقلوا الكلمة الثانية مع خديجة. تفضلي خديجة. الاعتناء. تبارك الله عليك خديجة. والكلمة الأخيرة مع سلمى. تفضلي سلمى. كنز. صحيح. الآن غادي نقرأ الجملة لنقصها الكلمات باش يسهل لكم تعرفوا على الكلمة المناسبة لكل فراغ. الغابة، عندنا فراغ في وسط الكلمة، ثمين. لذا يجب، وعندنا فراغ وسط الكلمة، بها، وفراغ في آخر ديال الجملة. الآن الغابة، شنو هي الكلمة اللي غادي تكون مناسبة هنا من بعد كلمة الغابة؟ اكتبوها على الألواح. وحتى انتم أخواتي إخواني المشاهدين جزوا معنا المطلوب. رفعوا الألواح. صحيح إلياس، بارك الله عليك. صحيح خديجة. سلمى كذلك. صحيح. صحيح سناء. خالد صحيح. زهراء تبارك الله عليك. تفضلي سناء، قرأي لنا الكلمة اللي غادي نملؤ بها الفراغ الأول. كنز. صحيح كنز. ونكتبوها مكان النقط. الغابة كنز ثمين. لذا يجب، شنو هي الكلمة المناسبة لهذا الفراغ؟ اكتبوها على الألواح. الغابة كنز ثمين، لذا يجب، وعندنا فراغ، واكتبوا الكلمة المناسبة لهذا الفراغ. تفضلوا رفعوا الألواح. صحيح إلياس، خديجة صحيح، سلمى كذلك، سناء، خالد، تبارك الله عليك زهرة. تفضل إلياس قرأ لنا الكلمة اللي غادي نملأ بها الفراغ. الاعتناء. صحيح الاعتناء، ونكتبها مكان النقط. الغابة كنز ثمين، لذا يجب الاعتناء بها، وعندنا فراغ في الآخر ديال الجملة. اكتبوا على الألواح الكلمة اللي غادي نملؤ بها الفراغ الأخير. رفعوا الألواح. صحيح إلياس، صحيح خديجة، تبارك الله عليك سلمى، صحيح سناء، صحيح خالد، زهرة نشوف، تبارك الله عليك زهرة. تفضلي خديجة قرأي لنا الكلمة والعبارة أو العبارة اللي غادي نكتبو في الفراغ الأخير. وحمايتها. صحيح وحمايتها، ونكتبوها مكان النقط. تفضلي خديجة قرأي لنا الجملة. الغابة كنز ثمين، لذا يجب الاعتناء بها وحمايتها. تبارك الله عليك خديجة. صحيح. والآن تقلوا السؤال الرابع.
أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة. أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة. تفضلي سلمى شرحي لنا المطلوب من هذا السؤال. أرتب الكلمات باش تعطينا جملة مفيدة. صحيح. وأولا نقرأ الكلمات. اقرأ لنا الكلمة الأولى سلمى. الطمأنينة. الطمأنينة تي تي. عاودي اقرأيها سلمى. الطمأنينة. صحيح سلمى. الكلمة الثانية مع إلياس. تفضل إلياس. التلاحم. تبارك الله عليك إلياس. والآن تقلو الكلمة الثالثة مع زهرة. تفضلي زهرة. مظهر. صحيح زهرة. الكلمة الرابعة مع خالد. تفضل خالد. الوطني. جيد خالد. والآن تقلو العبارة الأخيرة مع سناء. تفضلي سناء. من مظاهري. صحيح سناء. تبارك الله عليك. والآن غادي تكتبوا على الألواح الكلمة اللي غادي نبدأ بها الجملة ديالنا. وحتى انتما أخواتي إخواني المشاهدين نجزوا معنا المطلوب. عندنا الطمأنينة، التلاحم، مظهر، الوطني، من مظاهري. هتختاروا من بين هذه الكلمات الكلمة اللي غادي نبدأ بها الجملة ديالنا. رفعوا الألواح. انتبه إلياس. تا شنو كاينة فيها الشكل ديالها؟ تا. صحيح سناء. صحيح خديجة. صحيح سلمى. زهرة تبارك الله عليك. صحيح خالد. انتبه خالد لما ما كتكونش متصلة مع الحاء، كتكون معزولة. صحيح إلياس. قرأ لنا الكلمة اللي غادي نبدأ بها الجملة ديالنا. التلاحم. صحيح التلاحم. ونكتبوها مكان النقط. الآن غادي تكتبوا الكلمة الثانية اللي غادي تجي من بعد كلمة التلاحم. رفعوا الألواح. صحيح إلياس بارك الله عليك. صحيح خديجة. جيد سلمى. صحيح سناء. صحيح انتبه خالد. الوطني. شنو كاين من قبل ما نكتبوا الضمة؟ كاين الشدة. انتبه خالد. يلا زهرة. صحيح زهرة. ديري الفتحة ولا همزة الوصل من فوق الألف. قري لنا الكلمة اللي غادي نكتبو من بعد كلمة التلاحم وزهرة. الوطني. 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 صحيح زهرة. ونكتبوها من بعد كلمة التلاحم. الآن غادي تكتبو الكلمة اللي غادي تجي من بعد كلمة الوطني. رفعوا الألواح. صحيح إلياس. سلمى صحيح. خالد تبارك الله عليك. صحيح سناء. صحيح خديجة. تفضلي زهرة. انتبهي زهرة، ما عندناش المد، ما عندناش المد. مظهر ما بين الحرفين، ما عندناش المد. تفضل خالد قرأ لنا الكلمة اللي غادي تجي من بعد كلمة الوطني. مظهر. صحيح. ونكتبوها من بعد الوطني. والآن غادي تكتبوا الكلمة أو العبارة اللي غادي تجي من بعد كلمة مظهر. Thank you.
رفعوا الألواح. صحيح إلياس، صحيح خديجة، صحيح سلمى، صحيح خالد، يلا سناء، صحيح. تفضلي زهرة رفعي اللوحة. صحيح، من مظاهري، ويلي غادي تجي من بعد كلمة مظهر. والآن غادي تكتبوا الكلمة اللي غادي نكملوا بها الجملة ديالنا على الألواح. تفضلوا رفعوا الألواح. صحيح إلياس، صحيح خديجة، صحيح سلمى، صحيح سناء، خالد كذلك صحيح، صحيح زهرة. تفضلي خديجة قري لنا الكلمة اللي غادي نكملوا بها الجملة ديالنا. الطمأنينة. صحيح، الطمأنينة، نكتبوها من بعد كلمة من مظاهري. تفضلي خديجة قري لنا الجملة بعد ما رتبنا الكلمات ديالها. التلاحم وطني مظهر من مظاهر الطمأنينة. 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 تبارك الله عليك خديجة. والآن انتقلوا للسؤال الأخير. أكتب نعم أو لا أمام كل جملة. أكتب نعم أو لا أمام كل جملة. تفضل خالد اشرح لنا المطلوب. أكتب نعم أو لا أمام كل جملة. صحيح، تبارك الله عليك خالد. أولا غادي نقرأ العبارات اللي عندنا. ممارسة الرياضة أساس الصحة الجيدة. رمي النفايات يحافظ على البيئة. غيرة المغاربة على وطنهم كبيرة. وعندنا الخانة الخاصة اللي غادي نكتبوا فيها نعم أو لا أمام كل عبارة. والآن نشوفوا الجملة الأولى مع سلمى. قرأي لنا الجملة. ممارسة الرياضة أساس صحة جيدة. تبارك الله عليك سلمى. هاد العبارة غادي نوضعوا أمامها نعم أو لا؟ أوضعوا نعم. وعلاش؟ حيت الرياضة أساس للصحة ديالنا، يعني ضرورية للصحة ديالنا، ونكتبوا نعم في الإطار المقابل ليه. الآن انتقلوا الجملة الثانية مع إلياس. تفضل إلياس. رمي النفايات يحافظ على البيئة. تبارك الله عليك إلياس. هاد العبارة غادي نوضعوا نعم أو لا؟ غنوضعوا لا. وعلاش؟ حيت رمي النفايات ماشي ما كتحافظش على البيئة، يعني كتلوث البيئة. جيد إلياس، ونوضعوا لا كيف ما كنلاحظوا على الشاشة. الآن تقلوا الجملة الأخيرة مع زهرة. تفضلي زهرة. غيرة مغاربة على وطنهم وطنهم كبيرة. تبارك الله عليك زهرة. وهذه الجملة غادي نوضعوا لها نعم أو لا؟ غنوضع نعم. صحيح، غادي نوضعوا نعم. وعلاش؟ حيت كنغير على بلادنا. جيد، تبارك الله عليك زهرة، ونوضعوا نعم. تبارك الله عليكم. وبهذا أخواتي إخواني نكون وصلنا لنهاية حصة مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نجزو نموذج آخر من الامتحان. والآن نبقاو مع مادة التربية الإسلامية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة التربية الإسلامية. في هذه الحصة إن شاء الله غنواصلوا إنجاز الامتحانات الإشهادية، ونبدأوا على بركة الله بالتمرين الأول. نشوفوا التمرين على الشاشة. أملأ الفراغ بالكلمة أو العبارة القرآنية المناسبة للمعنى. عندنا أربعة ديال العبارات وكلمات قرآنية. عندنا عن صلاتهم ساهون،
وعندنا إياك نستعين ما أغنى، وعندنا أيضا ثقلت موازينه. وعندنا هذا الجدول اللي فيه العبارة القرآنية، وعندنا في الجانب الثاني المعنى. نعم نقرأ المعاني اللي عندنا في هذا الجدول. لم ينفعه زادت حسناته عن سيئاته، غافلون عن أداء الصلاة في وقتها. ثم المعنى الأخير عندنا نطلب العون منك وحدك. إذن أعزائي المطلوب منكم في هذا التمرين أنكم تملؤوا الفراغ اللي عندنا في هذا الجدول بالكلمة أو العبارة القرآنية المناسبة لهذا المعنى واللي عندنا في السطر الأول. إذن نبدأ على بركة الله. المعنى الأول لم ينفعه. نعم سلمى شنو العبارة القرآنية المناسبة لهذا المعنى؟ ما أغنى. نعم لم ينفعه. نعم العبارة المناسبة لها ما أغنى. جيد سلمى. نشوف الآن المعنى الثاني، زادت حسناته عن سيئاته. خالد شنو العبارة القرآنية المناسبة لهذا المعنى؟ ثقلت موازينه. ثقلت موازينه. جيد خالد. نشوف الآن المعنى الموالي. نعم إلياس تفضل قرأ لنا هذا المعنى. غافلون عن أداء الصلاة في وقتها. جيد هذا المعنى شنو العبارة القرآنية المناسبة له؟ عن صلاتهم ساهون. جيد عن صلاتهم ساهون، معناها غافلون عن أداء الصلاة في وقتها. نشوف الآن المعنى الأخير. نعم سناء نطلب العون منك وحدك، شنو العبارة القرآنية المناسبة؟ إياك نستعين. جيد سناء تبارك الله عليك. إذن إياك نستعين هي العبارة القرآنية المناسبة لهذا الفراغ. نقرأ الآن العبارات من بعد ما كملنا التمرين. نعم زهرات تفضلي. ما أغنى. جيد معناها لم ينفعه. جيد زهرة تبارك الله عليك. نشوف العبارة الثانية. نعم خديجة. ثقلت موازينه. 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 جيد. زادت حسناته عن سيئاته. تبارك الله عليك خديجة. نعم نشوف العبارة مع إلياس تفضل إلياس. عن صلاتهم ساهون. نعم معناها غافلون عن أداء الصلاة في وقتها. نعم انتبهنا إلياس عن أداء. ما كاينش المد هنا إلياس، ما كاينش المد عند الألف بالهمزة. عن أداء الصلاة في وقتها. جيد إلياس. نعم سلمى. إياك نستعين. نعم نطلب العون منك وحدك. جيد سلمى تبارك الله عليكم جميعا. والآن نمر للتمرين الموالي. يقول التمرين أضع علامة في الخانة المناسبة. وعندنا مجموعة من الخانات، خانة فيها آيات قرآنية، وعندنا خانة ديال الصور، عندنا صورة قريش، صورة التكاثر، ثم النصر، ثم صورة الماعون. نقرأ الآن العبارة القرآنية اللي عندنا في هذا الجدول. عندنا كلا سوف تعلمون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وعندنا أيضا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ثم عندنا أيضا وآمنهم من خوف. إذن هذو هما العبارات القرآنية اللي عندنا. والمطلوب منكم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين في التمرين أنكم توضعوا علامة في الخانة المناسبة أمام كل عبارة قرآنية. نعم العبارة القرآنية نشوفوا في أين صورة كاينة هذه العبارة. إذن نبدأ العبارة الأولى. نعم خديجة تفضلي قرأي العبارة. كلا سوف تعلمون. جيد خديجة. وفين إيش من صورة كاينة فيها هذه الآية خديجة؟ تكاثر. صورة التكاثر تبارك الله عليك خديجة. وكنوضع علامة تحت الخانة ديال التكاثر. نشوفوا الآية الموالية. نعم زهرة تفضلي. زهرة الذين هم
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جيد زهرة، وفاش من صورة كاينة هذه؟ صورة الماعون. تبارك الله عليك، صورة الماعون، ونوضع العلامة في الخانة أمام الآية. تبارك الله عليك زهرة. الآية التي تليها. نعم إلياس، تفضل قرأ الآية. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جيد، وفاش من صورة كاين هذه الآية إلياس؟ صورة النصر. صورة النصر، تبارك الله عليك إلياس. نشوفوا الآن الآية الأخيرة، وآمنهم من خوف. نعم سناء، فاش من صورة كاين هذه الآية؟ في قريش. صورة قريش، تبارك الله عليك سناء. إذن كان هذا هو التمرين الثاني. نشوفوا الآن التمرين الثالث، كيقول أميز بين الصفات الحسنة والصفات السيئة بوصل خط بينها وبين العبارة المناسبة. بوصل خط بينها وبين العبارات المناسبة. إذن عندنا هنا مجموعة من العبارات: اللمز والهمز، الصبر والتحمل، التسامح والعفو. وعندنا هنا في الجهة المقابلة باللون الأحمر: من الصفات السيئة، وعندنا من الصفات الحسنة. والمطلوب منكم في التمرين كيف ما كتشوفوا أنكم تميزوا ما بين الصفات الحسنة والصفات السيئة والقبيحة بوصل خط بينها وبين الكلمات أو العبارات المناسبة. إذن نشوفوا العبارة الأولى أو الصفة الأولى: اللمز والهمز. سلمى، واش هاد الصفات من الصفات السيئة أم الصفات الحسنة اللي خصنا نتحلو بها؟ من الصفات السيئة. جيد، من الصفات السيئة، تبارك الله عليك سلمى. شوفوا الآن العبارة الثانية. نعم خالد، الصبر والتحمل، واش الصبر والتحمل من الصفات السيئة أم من الصفات الحسنة؟ الصبر والتحمل من الصفات الحسنة. جيد خالد، إذن نصلوا بخط ما بين هاد الصفة والعبارة ديالها. جيد خالد. نشوفوا الآن الصفة الثالثة: التسامح والعفو. زهرة، فين غنديروا الخط؟ الصفات الحسنات. جيد، من الصفات الحسنة، تبارك الله عليك. إذن نقرأ الآن الصفات الحسنة فقط اللي شرنا لها. نعم إلياس، الصفات الحسنة اللي تعرفنا عليها: الصبر والتحمل. نعم، من صفات حسنة. من الصفات الحسنة، جيد. والصفة الثانية: التسامح والعفو. نعم، التسامح والعفو من الصفات الحسنة. من الصفات الحسنة، تبارك الله عليك إلياس. إذن من بعد ما أنهينا التمرين نشوفوا الآن التمرين الرابع. كيقول التمرين: أتدخل لأذكر. عندنا واحد النص، نقرأ النص وانتبهوا معايا: حضرت أحد الدروس الدينية حول موضوع فضل الصوم، فأردت أن أفيد عائلتي. إذن أعيد القراءة، انتبهوا جيدا: حضرت أحد الدروس الدينية حول موضوع فضل الصوم، فأردت أن أفيد عائلتي. نعم، المطلوب منا أرتب العبارات لتكوين جملة مفيدة. وعندنا هنا ثلاثة ديال العبارات: العبارة الأولى وصحة للأبدان، العبارة الثانية تزكية للنفوس، والعبارة الثالثة والأخيرة الصوم الصحيح. إذن من بعد ما قرينا التمرين نعود قراءة النص مرة أخرى: حضرت أحد الدروس الدينية حول موضوع فضل الصوم، فأردت أن أفيد عائلتي. إذن من خلال قراءتنا لهذا النص شنو فهمتم منه؟ نعم شوفوا خديجة تفضلي. أنني حضرت الدرس ديني كيتعلق بالصيام والفضل دياله. جيد، وشنو مطلوب منكم حسب المضمون ديال النص؟ نعم خديجة.
نفيد عائلتي بداك الشيء اللي سمعت في الدرس. جيد، تبارك الله عليك. داك الشيء اللي سمعت في الدرس ديال الصوم، إذن مطلوب منكم أنكم تفيدوا العائلات ديالكم من خلال ترتيب هذه العبارات باش تكونوا جملة مفيدة. إذن العبارات اللي عندنا هما اللي باللون الأحمر. نعاود نقرأ العبارات مرة أخرى. عندنا وصحة للأبدان، تزكية للنفوس، ثم العبارة الصوم الصحيح. إذن شنا هي العبارة اللي غادي نبدأ بها هذه الجملة هذه؟ نعم خالد تفضل. الصوم الصحيح. جيد خالد، اخترتي الصوم الصحيح هي العبارة الأولى وجوابك صحيح، تبارك الله عليك خالد. إذن عندنا الصوم الصحيح، شنو العبارة اللي غادي تجي من مور هذه العبارة الأولى؟ نعم سلمى تفضلي. تزكية للنفوس. جيد، نكتبه الآن تزكية للنفوس. إذن عندنا الصوم الصحيح تزكية للنفوس، ثم العبارة الأخيرة. نعم سنة. وصحة للأبدان. جيد سنة، تبارك الله عليك. إذن بقت لنا هذه العبارة الأخيرة هي اللي غنكتبوها أمام هذه العبارات باش نتمو الجملة والمعنى ديالها. الصوم الصحيح تزكية للنفوس وصحة للأبدان. إذن نقرأ العبارة مرة أخرى، تفضلي خديجة قريها. الصوم الصحيح تزكية للنفوس وصحة للأبدان. جيد خديجة، تبارك الله عليك. جيد أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، نشوفوا الآن آخر تمرين عندنا في هذه الحلقة واللي كيقول أجيب بنعم أو لا. عندنا ثلاثة ديال العبارات أو ثلاثة ديال الجمل، نقراهم. أحرص على حضور دروس محو الأمية. العبارة الثانية، أقنط عند الشدة وأستعجل الفرج. العبارة الثالثة، أحترم مواعيدي وألتزم ببرنامجي اليومي. إذن المطلوب منكم في هذا السؤال كيفما كتلاحظوا أنكم تقرأوا العبارات اللي عندنا وتجاوبوا أمام كل عبارة إما بنعم إذا كنتم متفقين أو لا إذا كنتم مختلفين مع هذه العبارة. نشوفوا الآن العبارة الأولى. إلياس تفضل قرأ العبارة. أحرص على حضور دروس محو الأمية. جيد إلياس، دروس محو الأمية، شنو غنوضعوا أمام هذه العبارة، نعم أم لا؟ متفق مع هذه الفكرة هذه. جيد إلياس، خصنا نحرصوا على حضور الدروس باش نتعلموا. جيد إلياس تبارك الله عليك، إذن نوضعوا نعم أمام هذه العبارة. ونمروا الآن العبارة الموالية. نعم تفضلي زهرة قرأ لنا العبارة على الشاشة. أقنط عند شدة واستعجل الفرج. جيد، وأستعجل عندنا الحرف الأليف المهموز، وأستعجل الفرج. جيد زهرة، إذن واش متفقة مع هذه الجملة أم لا زهرة؟ لا. علاش زهرة اختاريتي لا؟ خاصنا نصبروا في وقت الشدة. نعم وما نقنطش في الرحمة ديال الله. تبارك الله عليك، إذن خاصنا نصبروا في وقت الشدة ونكونوا متيقنين من فرج الله تبارك وتعالى وما نستعجلوش. إذن نوضعوا لا أمام هذه العبارة. نشوفوا الآن العبارة الموالية. نعم تفضل خالد قرأ العبارة على الشاشة. أحترم مواعيدي. 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 نعم. وألتزم ببرنامجي يوميا. جيد، ببرنامجي. ببرنامجي يوميا. جيد خالد تبارك الله عليك، إذن واش متفق خالد مع هذه الجملة أم لا؟ نعم متفق. نعم، إذن وضعوا نعم أمام هذه الجملة، وعلاش اختاريتي نعم؟ الإنسان ما خصوش يخالف المواعيد ديالو. تبارك الله عليك، إذن خصنا نتعودوا على وضع برنامج ونحترموا المواعيد ديالنا. تبارك الله عليك خالد، إذن غنوضعوا نعم أمام هذه العبارة. تبارك الله عليكم جميعا. إذن بهذا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين غنكون وصلنا لنهاية حصة مادة التربية الإسلامية. ننتقل الآن لمادة الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من مادة الحساب، وهذه الحلقة هذه حتى هي غنخصوها للاستعداد للامتحان ديال الدورة الاستدراكية. إذا نبداو بالسؤال الأول، انتبهوا معي على الشاشة، غادي نقراها لكم. أضع دائرة حول رقم المئات. عندنا العدد الأول 4720، العدد اللي من بعده 364، والعدد الموالي 85، والعدد الأخير هو 971. إذا المطلوب منكم هنا هو تحدوا رقم المئات في هذه الأعداد هذه وتوضعوا عليه دائرة. إذا خذوا الألواح ديالكم، كتبوا هذه الأعداد هذه كاملة ووضعوا دائرة على عدد المئات، لا رقم المئات أعتذر. نعاود نذكركم، عندنا العدد الأول هو 4720، والعدد الثاني هو 364، والعدد الموالي هو 85، والعدد الأخير هو 971. رفعوا الألواح ديالكم. جيد سلمى، جيد إلياس، ولكن نسيتي واحد العدد كان خصك غير تكتبه. جيد خالد، جيد سناء، جيد زهرة، جيد إلياس. خديجة، عاود كتب هذيك الأعداد وضع بيناتهم واحد العارضة باش يبانوا واضحين. عندنا أربعة ديال الأعداد هنايا. يلا خديجة، خديجة، جيد جيد. إذا نبداو بالعدد الأول، نطلب من إلياس يقراه لنا، تفضل إلياس. 4720. جيد، واش كنا شكون هو فيهم اللي هو رقم ديال المئات؟ رقم المئات ديالو هو 7. 7 فعلا، ونوضعوا عليه دائرة. نمروا العدد الموالي، ونطلب من خديجة تقراه لنا. 3064. نتابع خديجة. 364. 364، إذا رقم المئات شحال هو؟ هي 3. 3 فعلا، وضعوا عليه دائرة. مروا العدد الموالي، ونطلب من سناء تقراه لنا. 85. 85، وشكون هو رقم المئات؟ ما كاينش. فعلا ما كايناش، لأن هذا العدد هذا هو كينتمي فقط للعشرات. إذا مروا العدد الأخير، ونطلب من خالد يقراه لنا، تفضل خالد. 9071. نعم، وشكون هو رقم المئات؟ هو صفر. هو صفر فعلا، وضعوا عليه دائرة. الآن نمر للسؤال الموالي. أصل بخط بين التوقيت وما يناسبه. إذا عندنا التوقيت الأول هو 3:33، والتوقيت الموالي هو 3:15، والتوقيت الأخير هو 3:45. وعندنا على جهة اليسار 3:15، ومن بعد عندنا 4:45، وعندنا أيضا 3:30، وفي الأخير عندنا 3:45. إذا نبدأ بالتوقيت الأول، ونطلب من سلمى تعاود تقرأنا. نعم تفضل سلمى. 3:33. جيد، وشكون هو العبارة اللي كتناسب هنا؟ 3:30. 3:30 فعلا، لأن 30 دقيقة هي اللي كنعبر عليها بالنصف. إذا 3:30، ونصيلوا ما بين العبارتين.
مروا العبارة الموالية. تفضل إلياس وقرنا العبارة. الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة. انتبه إلياس، عاود قرأ. الثالثة وخمسة عشر دقيقة. وخمسة عشرة دقيقة، جيد إلياس. إذن شكون هي العبارة اللي كتناسبة؟ هي العبارة الأولى، الثالثة والربع. فعلا هي الثالثة والربع، لأن الربع هو اللي كيعبرنا على 15 دقيقة، ونصيلوا ما بين العبارتين. وبقات لنا العبارة أو التوقيت الأخير. نعم سلمى، عاود قرأنا هنا. ثلاثة وخمسة. انتبه. ثلاثة. الثالثة. الثالثة وخمس وأربعون دقيقة. جيد سلمى. خديجة، نطلب منك الآن دابا هذا التوقيت هذا، شكون هي العبارة اللي كتناسبو؟ واش الرابعة إلا ربعا أو الثالثة إلا ربعا؟ الرابعة إلا ربعا. فعلا الرابعة إلا ربعا، ونصيلو بخط ما بين العبارتين. والآن مروا إلى السؤال الموالي، واللي هو عبارة عن مسألة حسابية. إذا نقرأ لكم. أحل المسألة. سحبت زينب مبلغ 1500 درهم من الشباك الأوتوماتيكي، صرفت منه 900 درهم، إذا كم بقي لديها من النقود؟ إذا المطلوب منكم هنا هو تشوفوا زينب شحال بقى لها من النقود. إذا شنو هي العملية اللي غنديروا سلمى؟ عملية الطرح. عملية الطرح فعلا هي اللي غنديروا. وشنو غنوضعوا في هذه العملية هذه سلمى؟ أوضع 1500. نعم، يعني المبلغ اللي سحباته زينب من الشباك الأوتوماتيكي فعلا ناقص 900. 900 درهم يعني المبلغ اللي صرفاته. إذا وضعوا العملية على الألواح ديالكم وحاولوا تنجزوها. رفعوا الألواح ديالكم. جيد سلمى، جيد إلياس، جيد سناء، جيد خديجة، يلا زهرة، خالد، جيد خالد، يلا زهرة، جيد. إذا نطلب من خالد يقول لنا كيفاش وضع هذه العملية هذه. تفضل خالد. نعم، درنا 1500 فعلا، يعني هو الأول. من بعد ودرنا 900. 900، إذا كيفاش وضعتي هذا العدد هذا؟ درنا الوحدات، صفر ناقص صفر عطانا صفر. لا، غير دابا غير نوضعوه في الأول وعاد نجزو العملية. نعم، يعني الوحدات مع الوحدات. الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئة تحت المئات. جيد، يعني صفر تحت صفر وصفر تحت صفر وتسعود من تحت خمسة. جيد. الآن جزنا العملية خالد. صفر ناقص صفر صفر. نعم، نحطو تحت الوحدات. نعم، وزدنا العشرات. صفر ناقص صفر ثاني عطانا صفر. جيد. وزدنا المئات، تسعود ناقص خمسة لا يمكن. انتبه خالد، إذا هنا ماشي تسعود ناقص خمسة، خمسة غنقصو منها تسعود. نعم، خمسة ناقص تسعود. نعم، إذا خمسة ناقص تسعود يمكن ولا لا يمكن؟ يعني نسلفو ولا؟ نعم. واحد شحال صبحت لك هنا؟ حد 15. 15، جيد. نقصنا تسعود من 15 بقات 6. يعني 15 نقصوا منا تسعود عطاتنا 6. نعم. جيد. والآن؟ واحد ناقص واحد لا شيء. إذا كنردو يعني الواحد ديال الإضافة لتحت. نعم. واحد ناقص واحد كتعطينا صفر. إذا شحال عطاتنا هنا في النتيجة؟ 600. 600، جيد. ونشوفوا خديجة تقولنا شنو غنكتبوا في الخانة ديال الحل. تفضل خديجة. المبلغ اللي بقى عند زينب 600 درهم. فعلا، يعني بقي لديها من النقود 600 درهم. إذا عاود ردوا من بعدي. بقي لديها من النقود
بقي لدي من النقود 600 درهم. 600 درهم. بهذا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين تكون حلقتنا ديال اليوم وصلت النهاية ديالها. كنطلب منكم تعاودوا تشاهدوا مضمون هذه الحلقة هذه على قناة السادسة أو بواسطة الانترنت على الرابطة الإلكترونية اللي كظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.